فزورة وانا كمان كثير شفت لكم ما بتصدقي يا هزورة ما عم تغيبي عن بالي لا انتي ولا الصبايا حبيبتي لك شلونك انسة لبنى لك والله ميت السلامة اهلين فيك يا استاذ ادري لك شو لساتك ساكنة هون اي والله خلتني اجر البيت واستاجر عنده قال لانه هي ما بتقدر تترك بيتها صحيح هزورة بدي اقول لك انه دقيت الباب بس ما حدا فتح لي شو ما في حدا بالبيت إيه نونو مسافرة بدبي لساتها ليش ما بتعرفي؟ بس انتي وين غطة؟ لك إيه وين بتكون غطة؟ اللهم صلي على النبي كل يوم ببلد لك نيالك نيالك يا أنسة لبنى ما بدي أحزدك اللهم صلي على النبي شقد تركبي طيارات وبتسافري على بلدان لك دق على خشب تعرفي يا لبنى والله والله انشغل بالنا عليك كتير وقت شفنا على التلفزيون هذا بركان أيسلندا خفنا تكوني طالعة بشي طيارة وتقوم توقع فيكي لا سمح الله ايه تفهم من تمك ست هزار طيارتي من هونيك طلعت قبل بساعة واحدة بس يعني الله تلطف فينا خص على الحظ اللي إلك يعني حرام حرام تكوني هونيك تشوفي البركان شخصي إذا بدك لبنة أنا بعطيكي عنوان نونو بدبي إلا ما يصح لك مشوار لهونيك ايه بس أنا ما عاد سافرت على دبي صايرة كل سفراتي شمال أوروبا جنوب أفريقيا الكونكاكاف يمو 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 جاي على بالي اسافر على هي البلد تبع اللي كون كان كيف اي يلا انا بدي استاذن منكم طيارتي بعد ساعتين وصار لازم امشي اذا رايحه على المطار اذا رايحه على المطار ليكي خلي شوفور يدير باله ما يسرع لانه هلا صاروا مجهزين كاميرات عم يصوروا وبعدين في بين الشجر في شرطي كمان عم يصوروا ورادارات ايه انتبهوا اي لا تاكلي هم ديروا بالكم انتم كمان يلا باي الله معي خاطركم مع السلامه مع السلامات بدي أشوف ليش ما بدك تخليني أقول قدامه إنه إحنا رايحين على المطار نستقبل من جيراننا سميحة يعني وليش تبيض وش حسابنا وتبين إنه هي اللي طالعة تستقبل سميحة يمو 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 على كهن النسوان لك أنا شقد شفت خلقوا نسوان مثلك كهينة ما شفت يعني شو ما شفت لا كثير ظريف إيه والله جاي علي قبل هالمرة ليه ما قلتي لي لا بشوف كتير حلوة هالكفتة مشان تعرفوا نور ما بتجيبكم على أي مكان خير استور فيها شي لقطة من الفيديو كليب تبعي تعرفوا بس أحلى من الكفتة شو جوزتنا يا صبايا مو ناقصنا غير لبنى وليلى يا ريتهم معنا يا ريت ترجع أيام زمان إيه إيه والله رزق الله على العربيات يا الله شكلنا مبسوطين شو قصدك يعني أنت هلا مبسوطة؟ لك مبسوطة يعني بس مو مثل الأول الأول هيك كنت عصفور طيار وين ما بدي يلا 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 كنا لعمينا ومشينا لحفينا حاجتك بقى شو قصدك شو قصدك لا شو قصدك لو سمحتي دموزيل يلا لبنى سميحة أكيد الحجة ليش بدك تنحرج يعني لطيف شو بالذات؟ شو ليش لتنحرج؟ لو بدها تشوفني كان اجت سلمت يا جماعة أنا بقترح نغير المحل لا ولبنى نتركها؟ ليش هيك عملت؟ من شو هربت؟ ليش هيك أنا خايفة؟ معقول أنا أهرب هيك من الصبايا؟ بعدين لأنتو بدي طلع مكذب عليهم وعلى حالي أنا ما عم بعمل شي غلط أنا ما لازم أهرب لبنى شو مشكلتك أنت اليوم؟ ولا شي ولا شي شلون ولا شي وأنا شايفك مرة بتهربي من الزباين مرة بتلحقيهم لبرا شو عم بيصير معك أنت؟ ما عم يصير شيء مين هدول البنات اللي فاتوا على المحل وعملوا شوشره وحتى كاسة مي ما طلبوا رفقاتي وهي البنت اللي كانت معهم مو دادو اللي بتغني بلا هي دادو وانتي ليش هربتي لما شفتيهم وما حكيتي معهم استاذ مو انت قايل لي انه ما احكي مع حدا من الزباين انه اذا حكيت مع حدا رح تقلعني ايوه يعني انتي كتير حريصه على التعليمات على كل حال الإنذار تبعي لساته شغال تفضلي على شغلك ماما ستة هلا شو رحنا هون رح نجي بكره على نفس الكافيه لا وبركي طنشتنا وما ردت تحكي معنا إيه لا ما بظن وانا ما بظن يا
أنا بصدق إنه اليوم هيك صار معنا إنه تفاجأت فينا. اسمعوا اسمعوا شوي. تفضل أستاذ هي الحساب. خير لبنى مو على بعضك متلكة ليش؟ حسان بعدين بحكي معه مشان الله تلاقي لي شغلة غير هالشغلة والله العظيم رح تو. حدا عم بيزعجك هون؟ بعدين نحكي. شو بتحب تاخذ استاذ؟ واحد نسكافيه. نسكافيه حضرتك؟ على عيني. حسان بالمختصر الوضع هون ما بينضر ولا يهمك. تفضل استاذ. لبنى لو سمحتي شوي. نعم استاذ. مين هذا الشاب يلي كنت عم تحكي معه؟ هذا شاب قرايبي واسمه حسان. بعدين انا ما كنت عم بحكي معه، انا عم بتعامل معه مثله مثل اي زبون. انا ما راح اتناقش معه، بس بدك تعتبري انه هذا اخر 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 تعسير بالنسبه لك. مع الزباين ما في رغيف تعسير. تفضلي على شغلك. صبايا شو بشرب؟ أنا بدي فرنشي. هات شوكليت. نعناع وليمون مثلها. العمص وهي ليش بطلت تشتغل مضيفة؟ لأنه آخر مرة وقت كانت طالعة بالطيارة عم طيارة هي وعم تهبط ما فتحوا دواليبها. العمص؟ إيه؟ شلون هبطت؟ على بطنها؟ لك لا، بعدين فتحوا الدواليب بس بعد شو يا حرام، بعد ما أكلت رعبة الله مولاها. من يوميتها صار عندها عقدة من الطيران، قررت إنه تصير مضيفة بس مو بالجو على الأرض. هي أحسن، الشغل على الأرض أكواس. أكواس إذا ما طارت. ليش رجعت الطيب؟ لك لا، صاحب الشغل طيارة اليوم. يا حرام المسكينة، ايش قد حظها قليل. إيه وهلأ ايش تساوي؟ ميدو قال ضربت على صدره وقالت خلاص انا بدي حل لها مشكلتها للبني ولا سمسمي. خطوه عزيزه كثير دموزيل دادو، انت شرفتي المحل. ثانك يو كثير، المحل كثير حلو كثير نايس، وانا عم فكر صور كام شوت من الفيديو كليب تبعي هون بالمحل، فشو رايك؟ ايه بدي رايي، هذا شرف كبير لنا وللكافيه دموزيل دادو. وعلى فكره هذا المحل رح يدخل التاريخ من اوسع ابوابه. طبعا اكيد. بس قبل ما نتفق على التفاصيل في لي طلب صغير. انت بتأمري دموزيل دادو؟ ممكن رجع لبنى على الشغل؟ هذا الموضوع بالذات صعب كتير دموزيل دادو. لا يا مسيو، معقول تخجل دادو مشان هيك طلب صغير؟ قلت لك هذا الموضوع صعب، لكن انا ترمي المريول بوشي هي شغله كبيره كتير بحقي، كتير كبيره كرمالك بعطيها تعبها. بس قولا واحدا، لبنى ما بترجع الشغل وما حدا يناقشني بهالشغلة. يعني انت مالك ناوي تدخل الهيستوري؟ نيفر نيفر. ايه نيفر، انا بدي ضل واقف برا. إليك عندي شيء؟ شيء؟ ايه بالناقص. الو جو ليت جو، الو جو ليتس جو. ايه لبنى طمنيني، بدك ترجعي على الشغل بالكافيه؟ والله ما بعرف، ميديا اللي هي رح تتواصل لي مع صاحب الكافيه. ممتاز، اذا ميديا حطت ايدها بالموضوع نعتبر الموضوع ماشي. يا سيدي ان شاء الله. ها هاي مادو. الو اي دادو، طمنيني ام حول لشعيره؟ شعيره ليش شو قال لك؟ يخرب بيته شو حقود هالزلمه. العمى كل اللي عملته اني زتيت له المريول بنص خلقته، شو قتلت له وقتين انا؟ اي خلص حبيبتي ولا يهمك، الله ما بيقطع حدا الا ما لاقي لي شغله اشتغلها.
طيب ماشي حبيبتي. دادو شكرا كثير، عزبتك معي حبيبتي. ان شاء الله. الله معك، باي باي. ما مشي الحال ما هيك؟ بسيطة، بسيطة لبنى. تأكدي تماما انه انا من خلال شبكة علاقاتي رح لاقي لك وظيفة رائعة جدا. حسان، معلش إذا سألتك سؤال؟ طبعا، تفضل. يعني انه أنت ليش هيك كثير عم تحاول تساعدني؟ ولو يا أنسة لبنى، ما نحن أولاد ضيعة واحدة، يعني شربانين من ذات النبعة ومن ذات المياه. بالإضافة إلى أنه في بعض المفاهيم يعني قد تبدو غريبة ولكن هي مفاهيم رائعة جدا. يعني أنا بحس حالي أنه شبه مسؤول عنك، مستعد أني أقدم لك أي مساعدة وبلا أي مقابل. شكرا كثير يا حسن، عن جد أنا وقفتك معي ما رح أنسى لك ياها كل عمري. طيب على كل حال، شو قررتي مشان موضوع السكن؟ رح ترجعي على بيت الصبايا؟